طيب خلينا نكمل فرحتنا ونطلع على تليفون مهم جدا معانا، كابتن نور عطيه نجم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر السابق، لكن هو دلوقتي حاليا رئيس جهاز الكره الطايره الناشئات بالنادي الاهلي. كابتن نور مساء الخير. مساء الخير يا كابتن عوضي، الف مبروك على بنات الطايره النجمه العشرة. الله يبارك فيك، مبروك لينا كلنا يعني، ده النادي الاهلي اكيد مبروك النادي الاهلي. شفت البنات النهارده ازاي في ارض الملعب؟ حسيت بايه؟ امتى كسبوا؟ يعني قول لي احكي لي النهارده. والله الاول بمسي على البنات الامامير اللي عندك بعكسهم يعني طبعا منور يا كابتن نور، مبروك ليهم لان دول كانوا نجوم النادي الاهلي وعملوا انجازات برضو للنادي، ف بنبارك لينا كلنا وللجهاز الفني كابتن حمدي وكابتن ياسر وبيبو والناس كلها الجهاز الاداري وللبنات. ماتش كان موضوع اعصاب شويه في الاول، رهبه الماتش، النجوم بتوعنا اللي هم كانوا كويسين في ماتش الانابيب النهارده كانوا مهزوزين. كابتن حمدي في بدايه المباراه كابتن حمدي عمل تغييرتين، الحمد لله صار امين الليبرو الثاني نزلوا قدوا كملوا الدور والفرقه فائت، وده ما بيقللش من الناس اللي خرجت بالظبط، نهله او مريم كانوا نجوم الماتش اللي فات. اي حد متسجل في النادي الاهلي ينزل يعمل الفارق، ده اضافه للفرقه، والفرقه اللي كسبت مش لعيب بعينه. مظبوط، النهارده الاثنين السناتر بتوعنا كانوا نجوم، ايا الشامي كانت نجمه، شروق اتحسن ادائها شويه لما بقى طلعت كوره اولى، والحمد لله الجمهور كان ليه عامل مؤثر جدا مع فرقه الاهلي وكان من يعني عمل فارق كبير معانا، وهو الشوط الاولاني بس اللي كان فيه شويه خلل. تمام كابتن نور، ثلاث اشواط بعد كده احنا ركبنا الماتش ومبروك البطوله مجلس اداره والناس كلها يعني. كابتن نور امتى حس كابتن نور عطيه ان النجمه العشرة جوه النادي الاهلي بصراحه في مباراه النهارده؟ ما سمعتش السؤال تاني يا كابتن خالد. كابتن نور امتى كابتن نور حس ان الكاس ده هترفعه نهله سامح في ارض الملعب في اي شوط، الشوط الثاني ولا الثالث ولا الرابع بصراحه؟ والله انا حتى واحنا بنخسر الشوط الاولاني انا ما كانش عندي ادنى شك هايل ان البطوله هتضيع مننا، لان هو الفولي انت بتلعب خمس اشواط يعني، فما فيش مشاكل خالص ان انت يحصل دروب يحصل هزه شويه. على فكره الناس اللي خرجت دي لو كانت دخلت ثاني كانت هتأدي نفس الاداء، هو بس العمليه ورهبه الجمهور كان مالي الصاله وتشجيع جنوني، فاول ما الفرقه وقفت على رجليها خلاص المباراه خلصت وان سايد جيم يعني. يعني من بدايه الشوط الثاني خلاص انت الرؤيه بانت ان انت خلاص هتخلص الماتش 3-1 يعني، مع ان برضو حصل شويه دلع في الجيم الرابع بعد ما فرقنا شويه حصل فيه شويه دلع. تمام، بس كان خلاص احنا سيطرنا عليهم يعني. الف مبروك للنادي الاهلي برضو ان احنا بنخلص خلاص الماتش يعني. تمام، الف مليون مبروك للنادي الاهلي، الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، والف مليون مبروك لجهاز الطايره. حمدي الصافي النهارده طبعا المباراه كويس قوي، وياسر والجهاز الاداري ومجلس اداره والجمهور العظيم جمهور النادي الاهلي العظيم. دي حقيقه. شكرا يا كابتن نور اللي كنت معانا النهارده في احتفاليتنا ببنات الذهب ببنات الطايره، فعلا النجمه العشرة داخل النادي الاهلي والبطوله العشرة البطوله الافريقيه العشرة للكره الطايره سيدات.